مشاهدينا الكرام، اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي. الأصداء البارحة كانت يعني على أعلى المستويات، افتتاح كان مبهر، سنتحدث عن تفاصيله أكثر، ولكن بعد قليل سيكون هناك افتتاح لمسابقة آفاق السينما العربية، وسيكون فيلم العرض بعيدا عن النيل. لنتحدث أكثر عن هذا العمل سينضم إلينا الناقد الفني مصطفى الكيالي. اهلا وسهلا بك معنا في ضفاف. مصطفى الكيلاني عفوا. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بك. في البدايه حدثنا عن فيلم بعيدا عن النيل، ما الذي سننتظره او ماذا تتوقع من هذا العمل الذي سيعرض بعد قليل؟ هو تجربه عن جمع 12 موسيقي من عدة دول من حوض النيل. أتمنى أنه طبعا لسه هنشوف الفيلم وهنستمتع بيه، بس المخرج شريف القشطة مخرج شاطر جدا، وكان عامل شغل قبل كده جيد جدا. أتمنى أنه نكون الفيلم على مستوى شغله السابق، وإحنا سامعين كلام كويس من لجنة المشاهدة ومن فريق البرمجة في المهرجان عن الفيلم، وخاصة أنه هو افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية، فده معناه أنه مشروع متماسك بقدر كبير، وفي انتظار العرض دلوقتي. قصة الفيلم يعني لدينا ربما فكرة بسيطة عنها، عن موسيقيين يجتمعون من 11 دولة ليتحدثوا لغة الموسيقى. كيف برأيك هذا الموضوع مهم في طرحه في مهرجان عالمي كمهرجان القاهرة؟ هو احنا هنا في المهرجان مهم ان احنا نشوف افكار جديدة، ده طبيعي. السينما هي مساحة لطرح أفكار جديدة ورؤى مختلفة وتجارب ممكن تعجب الناس وممكن ما تعجبهمش، ممكن يكون في اختلاف حول تذوق الناس ليه، ولكن لا اختلاف على جودتها. فاحنا عن تجربة موسيقيين، موسيقى لغة عالمية ده بالأساس، احنا ممكن بنسمع مزيكا من اليابان لحد أمريكا الجنوبية وبنفهمها، ده الطبيعي. موسيقى قادرة أكتر على التعبير عما في الروح، فقدامنا فرصة إن احنا نشوف ده أكتر من خلال حتى التعمق في أفكار الموسيقيين اللي موجودين في الفيلم. 12 موسيقى أنا بعضهم أعرفهم وحضرت لهم حفلات قبل كده وشفتهم ومنهم أصدقاء، فعلى ما أظن إنه مشروع احنا لسه ما شفناش عشان نقدر نحكم، لكن هو الفكرة نفسها فكرة جاذبة لينا ان احنا نتفرج ونشوف الناس دي عملوا ايه والناس دي قدموا ايه، والناس دي هنشوفهم بعيدا عن ادائهم الموسيقي عاملين ازاي. ده هيفرق معانا احنا كتير كناس مهتمة بالسينما ومتابعة للسينما. تم عرض اليوم ايضا في اليوم الثاني 3 افلام، اطلعت عليهم، هل لديك فكرة عن ربما أراء الجمهور، وهم فيلم المناخ أكثر برودة سبيشال سكرينينج، وهناك أيضا الفيلم الثالث للمخرج شريف حابي. النهاردة 17 فيلم بيتعرض، اتعرض منهم حتى الآن 14 فيلم، فإحنا قدامنا باقي الأفلام هيتعرضوا خلال الأوقات اللي جاية. إحنا عندنا أنا شفت المناخ أكثر برودة، تجربة وثائقية لمخرج وثائقي بيطلع الشرايط القديمة بتاعته اللي صورها في أفغانستان فمن 60 سنة، سنة 1960. احنا متخيلين نظرتنا عن افغانستان هي من خلال اللي احنا شفناه على السوشيال ميديا، انه كان في حضارة وكان في مفيش حجاب فاكتشفت انه لا، احنا من 1960 وفي شادور وفي نفس اللبس اللي احنا بنقول بتاع المتشددين دلوقتي، لا التشدد موجود من بدري قوي هناك، ولذلك هو هناك لقى بيئة خصبة. جزء من الـ الافغان كانوا متمدنين بقدر كبير، هناك حضاره، هناك عصرنه جوه المجتمع الافغاني، لكن كمان الجزء اللي هو صوره اكتشفنا انه لا، انه نفس اللي احنا بنشوفه دلوقتي من طالبان ومن غيرها من الـ التنظيمات المتشدده والارهابيه، هي موجوده، كانت موجوده من بدري في ارضيه خصبه ليها. ما رايك بالافلام؟ هناك بعض الافلام التي تعرض بالابيض والاسود، يعني عوده الى الزمن القديم ولكن بنكهه معاصره، ما رايك بعرض هذه الافلام؟ هو الافلام الابيض والاسود هو افلام بلا طار
بيلا طاهر، هو احنا بنسميه شاعر السينما، ووجوده في مهرجان القاهرة شرف كبير لينا وللمهرجان، واحد من أهم مخرجي العالم. هو عنده وجهة نظر في أنه هو شايف أنه الألوان بتخطف العين أكتر من الفكرة اللي هو عاوز يقولها، علشان كده هو موجود هنا علشان جوه الماستر كلاس بتاعه اتكلم على انه رغبته الشخصيه في عرض افكار واضحه وما يبقاش فيه ابهار زياده بتخليه قادر يوصل لغته البصريه اكتر لجمهوره، وهو ليه جمهور خاص بيه مهتم بفلسفته السينمائيه وبافكاره المختلفه والجريئه وشعريته. هو شخص بيقدم، احنا بنشوفه انه بيقدم شعر من خلال الصوره. الناقد الفني مصطفى الكيلاني، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. يعني الاء وخالد، بعد قليل سيكون عرض فيلم بعيدا عن النيل، يعني بدات ابطال الفيلم يتوافدون على السجاده الحمراء، وبدا الاعلاميين ايضا ياخذون التصريحات الحصريه منهم قبل عرض الفيلم. بعد عرضه اليوم سيكون هناك ندوه خاصه بحضور ابطال الفيلم وحضور طبعا المخرج والمنتج، وأيضا سيكون إعلامي للنقاش حول هذا الموضوع. سيكون معنا بعد قليل ربما أحد يعني ممثلين أو المخرج من الفيلم. معنا الآن مخرج هذا العمل شريف القطشة ليحدثنا أكثر عن هذا الفيلم. بداية نبارك لك، يعني قبل عرض الفيلم نبارك لك وجود هذا الفيلم في هذه المسابقة وفي بداية الافتتاح. أنا يعني مش مصدق نفسي ومبسوط جدا انه دخل في مهرجان القاهرة، وبالنسبة لي ده احلى بريمير انه ممكن اخيله. حدثنا سريعا عن الفيلم، عن قصة الفيلم والموضوع. الفيلم عبارة عن مشروع النيل، والمشروع النيل بيجمعه مزيكاتي من 11 دولة من حوض النيل، وبيعملوا مزيكا مع بعض. والفيلم نفسه عن تور 4 شهور رحنا امريكا. كيف كان التحضير لهذا العمل؟ يعني خدنا الى ما وراء الكواليس. لا ما هو كان صعب قوي، وانا بس مبسوط ان انا واقف قدامك وخلصنا. حدثنا قليلا عن هذه الصعوبات. لا الصعب منها. لا الحمد لله. الافلام التسجيليه صعب اصله، ما فيش سكريبت، فما بتخش بتمنتج الفيلم. كان عندي بتاع 400 ساعه فوتج من ال4 شهور دول، فعشان اخليهم 89 او 99 دقيقه كان تشالنج. تحدي كبير طبعا. بالنسبه للممثلين للابطال، وخاصه انه الفيلم يعني فيه طابع موسيقي، هل وجدت صعوبه في ايجاد الابطال الذين يناسبون لهذا الفيلم؟ وانا شخصيا بموت في المزيكا، فبالنسبه لي ده كان احلى حاجه في الفيلم ان انا ضيعت نفسي في المزيكا. ولما سافرت معاهم 4 شهور ما زهقتش خالص من المزيكا، مع ان كنا بنسمع نفس الاغاني كل ليله، فده بالنسبه لي كان حاجه يعني كان شرف ليا. ربما لان يعني الموسيقى توحد الجميع بغض النظر عن اللغات. بالظبط بالظبط، هي ده الاهم لغه اللي عندنا، وازاي بيشتغلوا مع بعض، والمزيكا هي بس زي اللي بيجمع كل الناس زي النهر النيل. نعم. بعد عرض هذا الفيلم اليوم هناك ندوة، حدثنا يعني قليلا عن تفاصيل هذه الندوة، من الذي سيكون حاضرا بعد العرض؟ سيكون هناك ندوة للحديث اكثر عن الفيلم. واحنا هنجيب كل المزيكاتي اللي في الفيلم وهنطلع كلنا على السيج ونتكلم مع بعض. المخرج شريف قطشاء، كل التوفيق لك ولفيلمك. شكرا لك، كل الشكر. شكرا لك. الله يخليك. يعني مشاهدينا، المخرج شريف قطشة، مخرج بعيد عن النيل، الفيلم الذي سيعرض بعد دقائق قليلة، تحدث عن تفاصيل هذا العمل. نتمنى طبعا له كل التوفيق. فعاليات عديدة ستعرض غدا وبعد غد إلى ختام المهرجان. كاميرا ضفاف ستكون حاضرة يوميا لتغطية هذه الفعاليات وهذه الندوات، وسيكون لنا لقاءات أيضا مع نجوم كبار خلال الأيام القادمة.